أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أريد أن أسمي ابني وابنتي بأسماء عرفة ومنى وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان، فهل هذه الأسماء جائزة؟ أسماء الملائكة لا يسمى بها، لا يسمى بأسماء الملائكة مثل جبريل وميكائيل، وما تسمى بهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا أما تسمية منى وعرفة فشيء، وش الداعي لهذا؟ ضاقت الأسماء، يعني ضاقت الأسماء، إلا دور الأسماء غير هذه الأسماء. نعم.